أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع الحلقة الثانية من سلسلة أبو الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام. بالأمس توقفنا عند نسب نبي الله إبراهيم، ننتقل اليوم إلى اسم أب والد النبي إبراهيم، أب أو والد النبي إبراهيم عليه السلام. القران الكريم ذكر اسم الاب قال هو ازر واذ قال ابراهيم لابيه ازر اتتخذ اصناما الهه اني اراك وقومك في ضلال مبين لكن من علماء الشيعه والسنه معا قالوا بان هذا ليس هو والد ابراهيم عليه السلام هو ابوه وليس والد ما الفرق تبين معنا تدريجيا ان شاء الله وبالتالي هنا عنوان الاب لا بد ان نؤوله الى عنوان اخر ليس المقصود هو الوالد وبالتالي ازر هذا ليس هو والد ابراهيم الان ما هي الاحتمالات الموجوده في المساله ازر هو والد ابراهيم هذا الراي الاول تماما كما هو ظاهر الايه القرانيه وهذا اسمه اسم يعني هو إبراهيم بن آزر أو أبرام بن آزر إن أخذنا بما ذكر التنخ ولا عبرة بما جاء في التنخ بأن قال تارح ما لنا شغل هذا مو صحيح وكذلك بعض الروايات الإسلامية وكتب التاريخ ذكرت أن اسم والد إبراهيم تارح يقولون لا 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 هذا كله مو صحيح القرآن حاكم هنا ظاهره حاكم وبالتالي هو إبراهيم أو أبرام ابن آزر وآزر اسمه رأي الثاني الاحتمال الثاني آزر هو الوالد وهذا لقب له واسمه الحقيقي تارح يعني صارت عملية توفيق ما بين ما في التنخ والروايات الإسلامية وما بين القرآن الكريم فإذا هو والده وله اسم ولقب وبالتالي اللقب آزر والاسم تارح إذا هو أبرام بن تارح بين قوسين آزر طيب ما معنى آزر قسم قالوا المعنى المعتضد وهذا ثناء وقسم قالوا الأعرج هذا في نوع من الذم وقسم قالوا المعوج آزر يعني المعوج وهذا فيه نوع من الذم معوج يعني انحراف عنده الاحتمال الثالث آذر آزر ليس والد إبراهيم والصحيح هو ما جاء في التوراة أو كذلك في التراث الإسلامي ما هو اسمه من هو هو تارح أو تارخ وآزر ليس تارح أو تارخ من هو آزر الاحتمال الأول هو عم إبراهيم أخو أبوه الاحتمال الثاني والد زوجة إبراهيم اللي هي ساراي أو سارة الاحتمال الثالث زوج أم إبراهيم يعني بعد ما توفي مثلا والد إبراهيم هي تزوجت رجل آخر تربى في حضنه إبراهيم فصار أباه بمثابة الأب وبالتالي يعني يخاطبه بعنوان الأب. الاحتمال الرابع والد والدة إبراهيم يعني جده لأمه. الاحتمال الخامس أن آزر بمعنى الكبير المطاع، شخص كبير مطاع في المجتمع كان يطيعه يسمع كلامه يحترم إبراهيم عليه السلام وهو ليس من أقربائه ولا زوج أمه من الأدلة التي سيقت لنفي كون آزر والدا لإبراهيم اللي يقولون لا لا هذا مو والده ما هي الأدلة؟ واحدة منها أن آزر كان مشركا وأصحاب هذه المقولة يقولون بأن من عقائدنا لي لا يمكن أن يكون والد أي نبي من الأنبياء أن يكون مشركا والده ما يصير يكون مشرك ثم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ينتهي نسبه إلى إبراهيم عليه السلام يجب أن يكون كل أجداده ليس فقط الأب كل أجداده أن يكونوا غير مشركين وبالتالي عندما نصل إلى والد إبراهيم اللي هو الجد الأكبر للنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون مشركاً والقرآن تكلم عن آزر بأنه مشرك فإذا آزر لا يمكن أن يكون والده هذا الدليل الأول الدليل الثاني ما هو مشهور سواء في الكتاب المقدس في كتب تاريخ المسلمين في الروايات أن تارح أو تارح أو تارخ هذا هو الاسم لوالد إبراهيم الدليل الثالث قوله تعالى الذي يراك حين تقوم يا رسول الله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين قالوا معنى هذه الآية تقلبك في الساجدين يعني انتقالك في الأصلاب بحيث أن هؤلاء كانت صفتهم من الساجدين يعني مؤمنين لله عز وجل غير مشركين فإذا جد النبي الأعلى اللي هو والد إبراهيم كان من الساجدين إذا هو لم يكن مشركا دليل الرابع إنما المشركون نجس كيف يكون النبي صلى الله عليه وآله من نسل إنسان نجس هكذا قالوا وخاصة النبي صلى الله عليه وآله قال لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات وهذا نجس فكيف ممكن يكون هو جد النبي وقوله تعالى إني أراك وقومك في ضلال مبين إبراهيم يقول لآزر إني أراك وقومك في ضلال مبين هذه إهانة كيف يهين والده هذا خلاف البر بالوالدين وبالتالي إذا آزر ليس والدا لإبراهيم هو أبوه بمعنى عام لكن ليس بمعنى الوالد يعني بمعنى آخر وليس بمعنى الوالد الفخر الرازي حقيقة تعرف عليه أولا أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن علي الرازي الطبرستاني المولد القرشي التيمي البكري النسب يعني يصل الى الخليفه ابي بكر الشافعي الاشعري هذا مذهبه في الفقه شافعي اشعري في العقيده الملقب بفخر الدين الرازي متوفي 604 هجريه امام مفسر فقيه اصولي عالم موسوعي امتدت بحوثه ودراساته ومؤلفاته من العلوم الانسانيه اللغويه والعقليه الى العلوم البحته في الفيزياء والرياضيات والطب والفلك ولد في الري وأصله من طبرستان رحل إلى خوارزم وما وراء النهر وخراسان كان قائما على نصرة الأشاعرة يعني معروف هو مذهبه هذا وبالتالي كان يدافع عنهم كما اشتهر بردوده على الفلاسفة والمعتزلة وكان إذا ركب يمشي حوله ثلاثمائة تلميذ من الفقهاء ولقب بشيخ الإسلام في هرات هرات اللي هي في أفغانستان بالقرب من مشهد له تصانيف كثيرة من أهمها التفسير الكبير اللي سماه مفاتيح الغيب وقد جمع فيه ما لا يوجد في غيره من التفاسير إلى زمانة طبعا وله المحصول في علم الأصول والمطالب العالية وكتب أخرى اتصل بالسلطان خوارزم شاه ونال الحظوة لديه المهم ماذا يقول فخر الرازي في تفسيره ينقل كلام عن الزجاج أيضا نتعرف لحظة على الزجاج أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الزجاج البغدادي متوفي 311 هجرية ولد ببغداد بها توفي كان يعمل في صناعة الزجاج فترك هذه الصناعة وصار من أشهر النحويين والأدباء. من أهل العلم بالأدب والدين المتين كما وصفه ابن خلكان صنف العديد من الكتب أشهرها كتاب معاني القرآن، كتاب ما ينصرف ما لا ينصرف، كتاب تفسير أسماء الله الحسنى. صحب وزير الخليفه العباسي المعتضد بالله عبيد الله بن سليمان وعلم ابنه القاسم بن عبيد الله الادب يعني كان مدرس خصوصي عندهم. ماذا قال الزجاج؟ قال بعض الملاحده طعنوا في القران الكريم باعتبار ان القران عنده غلط، ما هو هذا الغلط؟ الغلط يقول بان معروف ان اسم والد ابراهيم تارح القران يقول ازر. وهذا الخطا يثبت بان القران ليس من عند الله وانما من عند النبي صلى الله عليه واله هو اللي مالفه وبالتالي وقع في هذا الخطا. الان الرازي الفخر الرازي كيف رد على هذا الاشكال؟ اولا اسم والد ابراهيم قال اسم والد ابراهيم هذا الرازي، اسم والد ابراهيم عليه السلام هو ازر الوالد. والاجماع المدعى على ان اسمه كان تارح هذا اجماع ضعيف. لأنه متحقق من وين؟ متحقق من خلال تقليد بعضهم بعضا يعني هذا يأخذ عن هذا هذا يأخذ عن, هذا يأخذ عن هذا يأخذ عن هذا يأخذ عن هذا وبالتالي لمن يصل إلى مؤرخين متأخرين في النتيجة هم كلهم ماخذين من شخص أو شخصين من المؤرخين المتقدمين والمتقدمين ماخذين من وين؟ ماخذين من بعض اليهود مثل يقول وهب يعني وهب بن من منبه أو منبه أو كعب الأحبار أو غيرهم وبالتالي مصادرهم كتابية وبالتالي كيف نقول هناك إجماع هو واحد ماخذ من الثاني إجماع من أين والمصدر أيضا ليس مثلا قرآن أو من عند النبي صلى الله عليه وآله وبالتالي لا عبرة بمثل هذا المدعى القرآن يقول تارح عفوا آزر خلاص آزر لو فرضنا أن اسمه تارح فهذا يحتمل أمورا يقول الرازي لعل والد إبراهيم كان مسمى بهذين الاسمين احدهما اسمه الاصلي والاخر لقبه ازر اسم ذم في لغتهم لعل بمعنى المخطئ كانه قيل واذ قال ابراهيم لابيه المخطئ لابيه ازر يعني لابيه المخطئ او قبل قليل مر على ان المنحرف مثلا كانه عابه بزيغه وكفره ثلاثه ازر هو الشيخ الهرم لابيه كبير السن الشيخ ازر يعني الشيخ بالخوارزميه والفارسيه ازر كان اسم صنم يعبده والد ابراهيم طيب اسم صنم ما علاقته هنا يقول اي نعم لاحظوا جعل اسم هذا الصنم ملحقا بهذا الرجل كيف يقول لان شده علاقته بهذا الصنم من بالغ حبه لهذا الصنم اطلق اسم الصنم على المحب اللي هو والد ابراهيم لأبيه الذي يحب آزر لأبيه آزر يعني كأنه هو والصنم صار واحد أو أن يكون معناه لأبيه عابد آزر وكلمة عابد رفعت اللي هو المضاف وبالتالي صار لأبيه آزر الاحتمال الرابع والد إبراهيم عليه السلام كان تارح واذر كان عما له والعم قد يطلق عليه اسم الاب كما حكى الله تعالى عن اولاد يعقوب انهم قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق معلوم ان اسماعيل كان عما ليعقوب وقد اطلقوا عليه لفظ الاب. هنا اسماعيل عم يعقوب. فأولاد يعقوب يقولون آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، إسحاق نعم لكن إسماعيل عم مع هذا قالوا أب وبالتالي الأب يطلق على العم فكذا هنا كان عمه فأطلق عليه هذا. فخر الرازي يعلق على هذه الأوجه كلها يقول واعلم أن هذه التكلفات إنما يجب المصير إليها يعني نترك أن آزر والد إبراهيم ونقول بوحده من هذه المحاولات لو دل دليل باهر على ان والد ابراهيم ما كان اسمه ازر وهذا الدليل لم يوجد البته ما عندنا دليل قطعي او شبه قطعي بحيث يجعلنا نترك هذه المساله فاي حاجه تحملنا على هذه التاويلات نقول ازر هو والد ابراهيم كما قال القران الكريم ولا عبره بكل ما قيل ولا نحتاج اصلا الى تاويل ثم قال ما تلاحظون بان ما وصلنا اي شيء عن اشكال من اليهود او النصارى او غيرهم بان يا جماعه تعالوا القران يقول والد ابراهيم اسمه ازر ونحن نقول بان تارح هم سكتوا عن هذا سكوتهم عن هذا وعدم إثارتهم الإشكال يقول فخر الرازي دليل قوي على صحة هذا الأمر أنهم كانوا قابلين بأن والدة اسمه آزر لكن حقيقة هذا يعني الكلام اللي اعتبره دليل قوي ليس قويا لأن نص الكتاب المقدس من ذاك الزمان إلى اليوم هو يقول أن اسم الوالد هو تارح وأدبياتهم أيضا غير الكتاب المقدس تقول تارح وبالتالي كيف ما يكون يعني هذا قول وعاش تارح سبعين سنة وولد أبرام إذا أبرام إبراهيم هو ابن الصلبي هو وتارح والده وولد أبرام طيب في انجيل لوقا يوسف بن هالي يذكر الاسم الى ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم ابن تارح ابن نحور فاذا في العهد الجديد نفس الشيء ثم ننتقل الى مساله وهي ان الكتاب المقدس شروح هذا الكتاب عندما تتحدث عن شخصيه تارح سنجد انها تتحدث عن شخصيه مقاربه لوصف بعض الروايات الاسلاميه لشخصيه آزر. يعني في الادبيات الحاخاميه اليهوديه كان تارح شريرا كاهنا وثنيا صانعا للاصنام وقام ابرام بتحطيم الاصنام في متجر ابيه وطارد العملاء الذين كانوا يشترونها منه. ثم أحضر تارح ابنه أمام نمرود الذي ألقى به في فرن حارق لكن أبرام هرب منه بمعجزة فتاب تارح تارح تاب بعد ذلك لما خرج إبراهيم من النار دون أن يحترق هذا موجود عندهم وقال الرب حيا من هو الرب حيا حيا بار أبا مولود 180 متوفي 230 تقريبا يعتبر أحد حكماء اليهود في عصره تتلمذ على يد الربي المشهور المعروف يهودا هناسي أحد الحاخامات الكبار عبر التاريخ اليهودي نشط في طبرية وكان المترجم الرئيسي للتسفتة والتسفتة هي إضافات وتتم للمشنات والمشنات هي المتن الرئيسي للتلمود يعني التلمود مكون من مكون من مشنات وتعاليق المشنات هو المتن الرئيسي تسفته هو تكمله المشنات فهو مترجم لها المهم قال عن ابراهيم وهو يغادر المكان ترك تارح ابرام ليهتم بالمتجر خرج الوالد جاءت امراه مع طبق من الدقيق وطلبت من ابرام ان يقدمه للاصنام فاخذ ابرام عصا وحطم الاصنام ووضع العصا في يد المعبود الاكبر عندما عاد تارح طالب ابرام بتفسير لما صدر عنه ليش حطمت الاصنام؟ شو اللي صار؟ اخبر ابرام والده ان الاصنام تقاتلت فيما بينها وان الاكبر حطم البقيه بالعصا. صرخ تارح لماذا تسخر مني؟ يعني الاصنام ما تتحرك، شلون ممكن تصير معركه بينهم؟ فرد عليه ابرام هل تدرك الاصنام شيئا؟ انظر الى ما تقوله بنفسك، يعني حاججه بمنطقه. فاذا هذه الصوره تارح هنا نفس ازر اللي مذكور في القران الكريم. كما اننا نجد في سفر يشوع من التنخ ما يدل ايضا على عباده تارح وتارخ للاصنام وقال يشوع يعني يوسف بن نون وصي موسى لجميع الشعب هكذا قال الرب اله اسرائيل اباؤكم سكنوا عبر النهر منذ الدهر تارح ابو ابراهيم وابو ناحور ناحور اخو ابراهيم وهناك ناحور اخر جد ابراهيم هنا الاخ وعبدوا من اللي عبد تارح وعبدوا آلهة أخرى فإذا تارح كان مشركا هذا وصف آخر مشابه لوصف آزر ولذا نقول يا فخر الرازي أنت تقول القضية ما تحتاج يعني الدليل قوي جدا هذا اللي أنا قدمته وما يحتاج إلى بحث لا يحتاج إلى بحث لأن كون والد إبراهيم هو تارح هذا شيء راسخ في الثقافة الكتابية وانتقل إلى المسلمين أيضاً بالتالي فعلاً المسألة تحتاج إلى بحث العلامة الطبطبائي طبعاً يقول بأن والد ليس آزر ليس والدا هو شخص آخر ليس والد إبراهيم جاء بأدلة واحد قال الروايات الدالة على كون آزر أباه الحقيقي مختلفة في تفاصيل القصة. يعني في عندنا روايات إسلامية تقول آزر والد إبراهيم ولكن فيها تضارب وبالتالي لما تتضارب لا عبرة بها طيب حتى ذيك اللي تقول بأن آزر ليس والده أيضا فيها تضارب فلماذا نعبأ بها أثنين مخالفة للكتاب يعني مخالفة للقرآن الكريم فلا يعبأ بها نعم نعم هذا ممكن هنا نقول مرجعية القرآن أن نقيم الروايات من خلال القرآن الكريم ونرجح بعضها على بعض هذا سليم بأنها مخالفة لأن القرآن الكريم سيق سيقدم العلامة الطبطبائي يعني مسار للقصة يستنتج من خلاله أن لا يمكن أن يكون آزر والدا لإبراهيم هو أبوه بمعنى آخر ما هي هذه التفاصيل للقصة مع بعض نمشي مع العلامه الطبطبائي، يقول: القرآن الكريم مشى معنا في سلسله قصه ابراهيم كالتالي: ابراهيم عليه السلام في اول دعوته لقومه بدأ برجل وصف في القرآن بانه ابوه آزر. ابراهيم اصر عليه ان يرفض الاصنام وان يتبعه في توحيد الله عز وجل فيهديه. اثنين كانت رده فعل هذا الرجل ازر سلبيه وانتهت بطرده لابراهيم وامره بان يهجره ما باشوفك ما بتمرني ما باقعد معاك ثلاثه سلم ابراهيم على الرجل ووعده ان يستغفر له يستغفر لازر وعل ولعل هذا كان طمعا منه ان يؤمن في يوم ما وتطميعا له يقول له راح ادعي لك كذا لا ربما يهتدي رابعا يقول حكى القران ان ابراهيم انجز وعده لما قال له راح استغفر لك فعلا استغفر له قال تعالى واغفر لابي هذا هو الدعاء انه كان من الضالين ووجود كان من الضالين يدل على انه إنما دعا بهذا الدعاء لأبيه بعد موته يعني خلاص هذا آزر مات حين ذاك دعا له بالمغفرة أو بعد مفارقته إياه وهجره له احتمال ثاني أن ابتعد عنه إلى منطقة ثانية خرج من مسقط الرأس وبالتالي دعا له كان باعتبار صار في افتراق مكاني خمسة يقول كشف الله سبحانه عن هذه الحقيقة بقوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا يعني احتجوا على الرسول طيب أنت تقول ما يصير تستغفر لهم هذا إبراهيم استغفر لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله خلاص تضحت الصورة تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم سادسا ثم يذكر تعالى ذهابه إلى الأرض المقدسة إبراهيم ورزقه صالح الأولاد بقوله فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا فإذا وصلنا الى المحطة السابعة ثم يذكر تعالى آخر دعائه بمكة كنا في الأرض المباركة في أرض كنعان ثم انتقل إلى مكة المكرمة وقد وقع في آخر عهده إبراهيم هذا في المرحلة الأخيرة من عمره بعدما هاجر إلى الارض المباركه وولد له الاولاد واسكن اسماعيل مكه وعمرت البلده وبنيت الكعبه وهو اخر ما حكى من كلامه في القران الكريم واذ قال ابراهيم ماذا قال رب اجعل هذا البلد امنا مكه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب انهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء. في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق هذا آخر عمر إبراهيم عليه السلام إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب طيب إذا كان قد تبين له بأنه قد أصبح مشركا مات مشركا انتهت القصة أصبح عدوا لله ما عاد في أمل بالنسبة إلى آزر كيف يعود هنا ويقول ربي اغفر لوالدي الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يقول علامة الطبطباء والآية بما لها من السياق إنها في آخر إذا نقرأ الآيات ثم نشوف سياقها التاريخي وبالقرائن المحيطة بها أحسن شاهد على أن والده الذي دعا له فيها هنا غير الذي يذكره سبحانه بقوله لأبيه آزر لأن هذه جاءت تقول أن استغفر له هناك جاءت تقول استغفر له بعنوان أن وعد وهنا يعود و يقول اغفر لوالدي بعد ان تبرأ منه كيف يتبرأ منه يدعو له حسب الموعد حسب الوعد ثم يتبرأ منه ثم يقول اغفر لوالدي في اخر حياته ما ممكن هذا يصير ثم يقول لاحظوا التعبير في الايات تلك كان يقول ابيه 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 ابوه بالتالي اب مصطلح الاب هو المستعمل في هذه الآية التي في آخر حياته قال ولوالدي فإذا الوالد هنا ليس هو الأب آزر اللي صار للدعاء في آخر عهد إبراهيم ليس هو آه ولي آه ليس هو آزر المذكور هناك أنا أضيف أيضا نقطة أخرى كقرينة محتملة أن نستفيد منها نفس الفكرة وتأيد كلام العلامة الطبطبائي أن القرآن الكريم كان يقول لأبيه آزر هذا غير معهود في القرآن القرآن عادة ما يذكر الأسماء ما يهتم يعني يذكر العنوان لكن هنا يكرر آزر 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 نفس هذا لربما إشارة بأني لا أقصد الوالد لأبيه لا أقصد الوالد وإنما أقصد شخص آخر وهذا المعنى وجدته أيضا عند الشيخ محمد متولي الشعراوي قال فلو ذكر القران في كل اياته بالنسبه لابراهيم كلمه لابيه من دون ازر لانصرف الامر الى ابيه الحقيقي بيد انه قيد ذكر ابيه بعلم مما يدل يعني ازر مما يدل على انه يقصد به العم وليس الوالد لما ييب كلمه ازر للدلاله اني ما اقصد ابوه الصلبي لكن حقيقه يبقى السؤال طيب لماذا عبر عنه بعنوان الأب؟ كان يقول لآزر، لآزر أو لعمه أو كذا. لماذا قال لأب؟ ما الداعي ويكرر هذا الأمر؟ ما يعني لماذا يدخلنا القرآن أصلاً في ربكة, ربكة فكرية وربكة تاريخية بحيث إنه يذكره بعنوان الأب؟ ما كان ممكن إنه يستعمل كلمة آزر مباشرةً أو عمه أو جده أو والد زوجته أو غير ذلك؟ لربما السبب أن القرآن يريد أن يوصل رسالة وهي أن هذا الرجل كان بمقامة بمقام الوالد بمقام الأب الحقيقي ولذا كان يهتم به إبراهيم كثيرا ولذا كان يدعو له ولذا كان يعني يحاول معه تكرارا ولذا كان يتكلم معه بأسلوب مؤدب جدا لأن صاحب فضل في العناية به في الإنفاق عليه في رعايته من هذا الباب هو قال بان استعمل عنوان الاب ولكن عندما جاء بآزر العلم لكي ينبهنا اني لا اقصد الوالد وان الوالد هو تارح او تارخ. العلامه المجلسي ذكر ان عند الشيعه روايات تدل على القولين يعني في روايه تقول هو والده وفي روايه تقول بان هو عمه وقال بأن الروايات اللي عند الشيعه تقول بأن هو والده، هذه الروايات صدرت تقية. الأخبار الدالة على اسلام آباء النبي صلوات الله عليهم من طرق الشيعة مستفيضة بل متواترة. وقد عرفت إجماع الفرقة المحقة، يعني الشيعة الإمامية، على اسلام والد ابراهيم بنقل المخالف والمؤالف. فالأخبار الدالة على أنه كان أباه حقيقة اي رواية تقول هذا والده آزر محمولة على التقية. لكن اولا ملاحظتي على كلام العلامة المجلسي ان هذه فيها تواتر، هذه مبالغة. أه نشوف عندنا مثلا روايات لاحظ هنا التلاعب اللي راح يصير في النص. في قصص الانبياء للراوندي راح نتكلم عن هذا الكتاب لاحقا. عن الشيخ الصدوق بسنده عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال كان آزر عم ابراهيم عليه السلام منجما لنمرود وكان لا يصدر الا عن رايه ما يتصرف الا عن رايه نمرود ما يتصرف شيء الا يراجع آزر في كتاب الصدوق كمال الدين او اكمال الدين النص هكذا عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال كان ابو ابراهيم منجما لنمرود بن كنعان ابو ابراهيم هنا قال عم هنا يقول ابو ابراهيم وكان نمرود لا يصدر الا عن رايه لاحظ التشابه الكبير بين النصين وتم التلاعب بكلمه انشالت كلمه اب ووضعت كلمه عم ايها الأص... أي... اي النصين هو الاصل وايهما هو التحريف والمتلاعب به ثم ما الداعي اصلا أن يكون في تقيه علامه طبائي عفوا علامه المجلس قال بان هذه الروايات اللي تقول بان اب هذه صدرت تقيه شنو الداعي انه يشرح قصه ويتقي هنا بان ما يذكر بان هذا يعني عمه او شيء من هذا القبيل هل يصل فعلا الخوف بامام عليه السلام إمام الصادق مثلا الى هذه الدرجه بحيث ما يفصح عن ان ازر كان عما لابراهيم يعني ممكن أن يدخلنا الامام الصادق في متاهه عقديه او فكريه تقيه من باب التقيه وما كان يذكر لا اب ولا عم لازر وتنتهي القصه. اما وبعدين يعني هل معقول الامام الصادق يعيش مثل هذا الخوف؟ بحيث انه ما يقدر يصرح يعني صعب ان ناتي وكل شيء ما نقدر نفسره نقول هذا صدر تقيه. ولذا العلامه المجلسي نفسه بعد ما ذكر الروايتين قال الظاهر أنما رواه الراوندي الروايه الاولى اللي تقول عم ابراهيم هو هذا الخبر بعينه نفس روايه الصدوق وانما غير يعني الراوندي غير وشال كلمه عم عفوا شال كلمة أب ووضع كلمة عم شال أب ووضع كلمة عم ليش ليستقيم على أصول الإمامية يعني حتى يكون النص متوافق مع العقيدة الإمامية ما يصير فيه خلل وبالتالي بالتالي صاحب حاشية البحار تحت في الحاشية قال لا مو معقول راوندي عالم هذا تدليس هذا تلاعب بالنص والراوندي من اعاظم العلماء، شلون العلامه المجلسي يقول هالكلام؟ وهو اجل من ذلك فلعله وجد الخبر هكذا نعم لعله وجد الخبر هكذا احد النساخ تلاعب بنص الصدوق وحول كلمه الاب الى عم وأخذها الراوندي ووضعه في كتابه ولعل الامر كما قال المجلسي والله اعلم، على كل حال احيانا الروايات يتم التلاعب بها بهذه الصوره فكيف نستطيع أن نثق بها بحيث أن هالرواية ذكرت أب أو ذكرت عم أو قالت والد أو غير والد حقيقة من الصعب أن نقرر من خلال مثل هذه الروايات والنص على كل حال لم يصدر من باب التقية يعني حكم عليه بأنه صادر من باب التقية هذا لا معنى له وبالتالي لا نستطيع أن نلجأ بشكل أكيد إلى الروايات لتقرير من هو والد إبراهيم عليه السلام ويبقى نص القرآن الكريم في ظاهره يدل على أنه أبوه بمعنى الوالد ولكن هناك حقيقة إشكالات كثيرة تخص هذا الأمر وحسم المسألة بشكل مئة بالمئة يعني الحسم صعب لكن نقترب جدا من كون أن آزر ليس والدا لإبراهيم عليه السلام نتوقف عند هذه النقطة ننتقل في الجلسة القادمة ان شاء الله الى بحث اخر حول ابراهيم عليه السلام والحمد لله حول صفات ابراهيم في القرآن ومقامات ابراهيم عليه السلام في القرآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته